إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت الرياض. أنا صهيب شراير أقدم لكم أخبار الساعة. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أزوفستال أثناء عملية الإجلاء. موسكو تستعد لإقامة عرض في المدينة احتفالا بيوم النصر الذي تستعد قبله لحظر تدريجي على الطاقة الروسية. والبرلمان الأوروبي يدعو لإعادة صياغة جميع المعاهدات. مصادر العربية تكشف القوات الأمريكية تسجل أدنى حضور لها في الشرق الأوسط منذ 20 عاما و40 ألف جندي، وإيران ليست ضمن الخطة. مسلسل الحرائق الغامضة في تونس مستمر لليوم الثالث على التوالي. حريق جديد يطال مدخل محافظة جابس، واتهام لأياد إجرامية بافتعالها. في أخبار الساعة أيضا، تحالف نادر في مواجهة ماكرون. ميلانشون يوحد الخضر والشيوعيين والاشتراكيين تحت مظلة جديدة، والهدف لا أغلبية لماكرون في البرلمان القادم. مساء الخير. نبدأ من التطورات في مدينة ماريوبول الأوكرانية. الدفاع الروسية أعلنت قبل قليل وقف إطلاق النار في أزوفستال أثناء عملية الإجلاء وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من أزوفستال اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام وفي توقيتات محددة. ومن جهته قال جهاز الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا تستعد للقيام باستعراض عسكري في ميناء ماريوبول المحاصر يوم 9 مايو من الشهر الجاري للاحتفال بانتصارها على ألمانيا النازية، مضيفا أن نائب مدير الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كرينكو وصل إلى مدينة ماريوبول لتحضير العرض العسكري. هذا ونظم أقارب مقاتلي كتيبة أزوف المحاصرين في مدينة ماريوبول أيضا نظموا بدورهم مظاهرة في وسط كييف كخطوة لحث المجتمع الدولي والقادة العالميين على إخراج المقاتلين من معمل أزوفستال. وكانت كتيبة أزوف في قلب الحملة الدعائية لموسكو التي تتهم سلطات كييف بصلة مع عناصر نازية. Я надіюся на всі ЗМІ, закордонні наші. Я думаю, що допоможуть. Я просто вірю в це. Мій брат – це військовий полку Азов. Спілкуємося ми з ним близько раз в тиждень. Все, що він каже, це, що все дуже добре, але вони не знають, скільки ще простоять. Їм неймовірно і критично потрібна підмога. Ну, вони за державу стоять, вони ж не знищують нікого, вони нікому погано не роблять. Вони захищають свою країну, вони на своїй землі, вони нікуди не йшли в чужу країну захищати, вони нікому поганого нічого не зробили. سلاح الجو الروسي أجرى عرضا عسكريا تحضيريا استعدادا للاحتفال بيوم النصر السنوي يوم 9 مايو، حيث حلق سرب من الطائرات فوق الساحة الحمراء في موسكو على شكل حرف زاد الذي يعتبر رمزا للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
نتابع مباشرة من دونيتسك مع مراسل العربية رائد الأغبر ينضم إلينا من هناك. رائد أهلا بك معنا، بداية آخر المعطيات التي وصلتك حول وضع أزوفستال في ماريوبول. مساء الخير صهيب لك ولكل المتابعين. بالفعل أزوفستال يمر في مرحلة صعبة بعد الحصار وبعد انعدام الغذاء والدواء وحتى الذخيرة عند المقاتلين في الداخل. يقولون أن لديهم أطفال أو عائلات مدنيين. الجانب الروسي طالما أعلن اليوم عن هدنة لمدة 3 أيام، وقف إطلاق النار، وذلك لإخراج المدنيين لإجلائهم في حال كان هناك بالفعل مدنيين. نعم. الجانب الروسي يؤكد بأنه دائما يفتح ممرات خضراء، ممرات آمنة للمدنيين، وبالفعل حتى من أراد الذهاب إلى زاباروجي بالجانب الأوكراني أمنوا لهم الطريق للوصول إلى ذويهم في زاباروجي. طيب. وضع أزوفستال بالفعل صعب. في المقابل روسيا مسيطرة على جميع أنحاء المدينة وحتى الميناء. نعم. الميناء مسيطر عليه من قبل القوات الروسية. إليك صهيب. نعم، يعني تقريبا كل ماريوبول بأيدي الروس ما عدا مجمع أزوفستال للتعدين. ماذا نعرف عن أعداد المقاتلين؟ يقال إنهم من كتيبة أزوف المحاصرين هناك، ومدى قدرتهم على الصمود أكثر والقتال كذلك ضد القوات الروسية؟ رائد صهيب، الحديث عن 2000 مقاتل بينهم 500 مصابين أو نعم. يعني أو 2000 مقاتل زائد 500، هناك تكتم على أرقام المقاتلين، لكنهم بين 2000 و2500. أوضاعهم نعم. الصحية صعبة، أوضاعهم يعني الذخيرة نفذت من لديهم، ولديهم يعني قليل، حتى يقال بأن إذا كانت لديهم ذخيرة فإن سلاح الجو الروسي قد قصف الآليات التي تستخدم لضرب هذه الذخيرة لديهم. نعم. فقط الأسلحة الخفيفة التي يستخدمونها بالاشتباكات القريبة لا أكثر. شكرا لك رائد مباشرة من دونيتسك. قبل أن نتابع في أخبارنا مشاهدينا، نذكركم بالخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث أعلنت الولايات المتحدة اليوم تأجيل كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول سياسة أمريكا ضد الصين، وهذا بسبب إصابته بفيروس كورونا. البيت الأبيض عقب على الأمر وقال إن بايدن لم يلتقي ببلينكن المصاب بكورونا، لم يلتقي به منذ أيام. هدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو باستهداف شاحنات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا، مؤكدا أنها ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي. وجدد شايغو تأكيده على أن القوات الروسية ستنفذ كافة المهام العسكرية المكلفة بها من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. неоднократное предложение к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы. Продолжаем эти попытки. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения. ويبدو أن أوامر شايغو وبوتين تنفذ بالفعل على أرض الواقع، حيث أعلنت الدفاع الروسية تدمير 6 محطات سكك حديدية تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة الغربية، فيما أسقطت 9 مسيرات و4 صواريخ من طراز سميريتش، إضافة لتدمير عدد من مدافع هاوتزر الأمريكية. вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены 6 тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран. في المقابل وفي لقاء خاص مع العربية، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن الخطة الأولية لروسيا كانت غزو كامل أوكرانيا، إلا أن بلاده أحبطت هذه الخطة، مؤكدا فشل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أود أن أذكرك أن الخطة الأولية لروسيا هي غزو أوكرانيا كاملة خلال أيام منذ بدء الغزو، لكن هذه الخطة أخفقت، وقالت روسيا أنها
تحتل لوغانسك ودونسك من أوكرانيا بشكل كامل، وهذه الخطة أيضا تفشل، فلم تحقق روسيا أي هدف استراتيجي على ساحة المعركة. أما المدينتين الرئيستين اللتين تعانيان من الاحتلال الروسي فهما في جنوب أوكرانيا، هيرسون وماروبل. نعم هم يسيطرون عليها، لكنهما مدينتين فقط من بين مدن عدة حاولت روسيا أن تسيطر عليها لكنها فشلت. بعد ساعات قليلة على انطلاق التدريبات العسكرية البيلاروسية المفاجئة، أبدت أوكرانيا مخاوفها من استعانة روسيا بقوات حليفتها بيلاروس. فقد أشار المتحدث باسم دائرة الحدود الأوكرانية أندري ديميشينكو إلى أن بلاده لا تستبعد احتمال أن تعمد روسيا في مرحلة ما إلى استخدام القوات المسلحة لبيلاروسيا للقتال على الأراضي الأوكرانية، بينما أكد مسؤول في البنتاغون أن تقديرات واشنطن لا تشير إلى رغبة بيلاروس في المشاركة في المعارك داخل الأراضي الأوكرانية. وزارة الدفاع في بيلاروس الحليف الوثيق لروسيا مشاهدين قالت في وقت سابق أن التدريبات المفاجئة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو للمجتمع الأوروبي بشكل عام. نذهب إلى موسكو ونتابع مع مراسلتنا هناك كاتيا طعمي. كاتيا أهلا بك معنا، هل صدرت أي تصريحات جديدة عن الدفاع الروسية؟ مرحبا بك صهيب. بالفعل الدفاع الروسية كانت قد تحدثت اليوم مجددا عن هدنة جديدة مقابل إجلاء المواطنين العالقين في معمل أزوفستال لمدة 3 أيام، ستبدأ من غد، اعتبارا من غد من الساعة 8 صباحا تستمر حتى 6 مساء. سيتم إيقاف جميع عمليات القتال ووقف إطلاق نار كامل من جانب الروسي ومن جانب أيضا الانفصاليين في دونيسك من أجل إجلاء المواطنين العالقين داخل هذا المعمل. طبعا الدفاع الروسية على لسان وزيرها اليوم قد تحدثت بأنها موسكو لا تروي المهاجمة أو هجوم على هذا المعمل، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام وجانب الأوكراني قد تحدث عن شن هجوم. هناك كان استئناف فقط للقتال مع الجانب الأوكراني داخله بعد ما اتهمت موسكو أن القوات هناك قامت بانتهاك الهدنة. طيب، داخل المعمل صهيب. هذا في ماريوبول، أما من الشمال فهناك مخاوف من دخول بيلاروسيا للقتال إلى جانب روسيا، هل هناك أي ما يدعم هذه المخاوف في روسيا؟ صحيح صهيب، مناورات جديدة بدأتها بيلاروسيا بعد اتصال هاتفي كان قد جرى بين الزعيمين الروسي والبيلاروسي. بدأت هذه المناورات كما قال الجانب البيلاروسي فقط لاختبار قدرة القوات البيلاروسية على الرد في حال نشوب أي خطر للبلاد، ولكنها لا تنهي مهاجمة الدول الجوار كما تحدثت الدفاع. ولكن خبراء قالوا أن هذه المناورات هي تأتي في ظل المناورات التي بدأت في الدولة الجارة لبيلاروسيا وهي بولندا، ديفندر يوروب، التي ستستمر من اعتبارا من الأول من أيار أو حتى 15 من أيار في الدولة المجاورة، وتأتي على خلفيتها طبعا هذه المناورات صهيب. شكرا جزيلا لك كاتيا مباشرة من موسكو. بعد قليل في أخبار الساعة. التيار الصدري يمهل الأحزاب السياسية 15 يوما لتشكيل حكومة ويطلب من المستقلين الانضمام إليه. أهلا بكم من جديد. دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة صياغة معاهداته الأساسية، وذلك بناء على طلب مجموعة من المواطنين الأوروبيين ممن شاركوا في استشارة واسعة النطاق. وأيدت غالبية نواب البرلمان الأوروبي إصلاح أجزاء من المعاهدات بهدف تعزيز الجاذبية الديمقراطية للكتلة، علما بأن قرارهم استشاري وأن أي تعديلات يتعين الموافقة عليها بالإجماع من جانب الدول 27 للاتحاد الأوروبي.
أوروبيا أيضا. وفي مسعى لتشديد عزلة روسيا، تسعى دول الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على الطاقة الروسية ليدخل حيز التنفيذ قبل يوم النصر بموسكو. رئيسة المفوضية الأوروبية وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي دعت إلى حظر واردات النفط الروسية والتخلي التدريجي عن واردات النفط الخام ومنتجات البترول المكررة بنهاية العام الجاري. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil seaborne and pipeline, crude and refined. And this is why we will phase out Russian supply of crude oil within 6 months and refined products by the end of the year. Thus, we maximize the pressure on Russia, while at the same time, and this is important, we minimize the collateral damage to us and our partners around the globe, because to help Ukraine, we have to make sure that our economy remains strong. هذه الخطة الأوروبية وعقب الإعلان عنها أثرت على أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 4%. الخطة الأوروبية المقترحة إن وافقت عليها حكومات الاتحاد ستشكل نقطة تحول لأكبر كتلة تجارية في العالم، ذلك أن حوالي 25% من نفط أوروبا يأتي من روسيا، في حين تحصل 40% من غازها الطبيعي من روسيا. إذن 40% من الغاز الأوروبي تحصل عليه من روسيا، ما جعل أوروبا تصف الأمر بالحاسم والملح. Russia's war in Ukraine is a moment of urgency. Probably it's also a moment of truth for the European Union. We must build our European sovereignty. We must be more strategic, and we must forge our new energy independence. لكن ماذا إذا قررت أوروبا هذه الخطة أو أقرتها؟ وقتها سيتوجب على دول أوروبا إيجاد طرق إمدادات بديلة للطاقة. الدنمارك كانت من أوائل الدول التي فكرت بتلك الخطط، لا سيما بعد تصريحات وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن بأن بلاده وأوروبا يجب أن تكونا خاليتين من الوقود الروسي بأسرع ما يمكن. الخطة الدنماركية تقوم على بناء جزيرتين للطاقة لتزويد القارة الأوروبية بطاقة متجددة، أحدهما في بحر الشمال وتستخدم الجيل الثالث اللاسلكي 3GW، وفي مرحلة لاحقة ستستخدم الشبكة المتخصصة 10GW بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما الجزيرة الثانية فتقع في بحر البلطيق وتحديدا في جزيرة بورنهولم، حيث سيتم توريد الطاقة إلى شبكات الكهرباء في الدنمارك والدول المجاورة، وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الجزيرة 2 جيجاوات، أي ما يخدم مليوني أسرة. اليونان بدورها أعلنت عن إنشاء محطة للغاز المسال في مدينة ألكسندرو بوليس لمساعدة أوروبا وشبه جزيرة البلقان لتنويع إمدادات الغاز، على أن يتم تطويرها في أقل من 20 شهراً. المحطة التي أعلنت اليونان عن تطويرها في مدينة ألكسندرو بوليس هي محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، ستوفر 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عند اكتمالها في أسواق اليونان وبلغاريا وصربيا ومقدونيا الشمالية. ترتبط البنية التحتية للمحطة بمشاريع ربط أخرى مثل خط ربط الغاز بين اليونان وبلغاريا IGB الذي سيتم تشغيله اعتبارا من سبتمبر 2022، وكذلك مشاريع الغاز المهمة بين بلغاريا ومقدونيا الشمالية وصربيا، وبالتالي ستكون هذه الدول قادرة على تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي من خلال تنويع طرقها ومصادر إمدادها. لكن الخطة الأوروبية الجديدة مشاهدينا قد تعفي المجر وسلوفاكيا من قطع إمدادات الطاقة الروسية. بالنسبة لسلوفاكيا فهي تستورد حوالي 87% من الغاز الطبيعي وثلثي نفطها من روسيا وفقا لوكالة موديز، وهذا ما سيجعل سلوفاكيا واحدة من أكثر البلدان الأوروبية تأثرا بوقف إمدادات الطاقة. وزير الطاقة السلوفاكي ريتشارد سوليك أكد قبل أيام أن بلاده لا تستطيع التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي الروسي وستدفعه بالروبل إذا لزم الأمر. أما المجر فهي
تتلقى 75% من إمداداتها من الغاز من روسيا بجانب 65% من إمدادات النفط، فيما اعتبرت الحكومة المجرية أنه لا ضمانات لأمن الطاقة في المجر في مشروع حظر أوروبا للنفط الروسي، وأنها لا ترى أي خطة لكيفية إدارة الانتقال من استخدام النفط الروسي على أساس الاقتراحات الحالية. ألمانيا هي الأخرى حذرت عبر وزير اقتصادها من اضطرابات تطال جميع إمدادات النفط جراء مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي. الفترة الانتقالية طويلة بما يكفي بالنسبة لنا لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لخلق بدائل للنفط الروسي في ألمانيا. اتخاذ الاحتياطات لا يعني أنه سيتم تحقيقها على الفور. قلت عدة مرات إنه لا يمكننا بالطبع ضمان ذلك، وقد تحدث اضطرابات في المقام الأول على المستوى الإقليمي. معنا من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، أهلا بك معنا في أخبار الساعة. ما رأيك في هذه الخطة الأوروبية المقترحة للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية؟ يعني بعد حظر الفحم الروسي جاء الدور الآن على النفط، ولكن المفوضية الأوروبية تعتمد خطة متدرجة تستغرق عدة أشهر للوصول إلى حظر تام للنفط الروسي والمنتجات البترولية الروسية. وهذا يأتي أولاً لأنه هناك اختلاف في أوضاع البلدان، بعضها يعتمد بشكل كبير جداً على مصادر الطاقة الروسية، وبالتالي إعطائها فرصة لتنويع هذه المصادر وللحصول على بدائل. ولكن يجب القول بأن هذا الطريقة التدريجية تمنح أيضا روسيا فرصة للتأقلم. صحيح. مع هذا الحظر ولكن دكتور ناجح، دكتور، نتائجه الوخيمة. هل لأننا الآن مقبلون على فصل الصيف وربما لن تكون هناك حاجة كبيرة لغاز التدفئة مثلا في أوروبا، هذا يجعل الأوروبيين قادرين على الضغط على روسيا بأنه لن تكون هناك حاجة كبيرة للغاز، أم لا؟ ربما هم يضحون كثيرا في سبيل أن يضغطوا كل الضغط على روسيا. يعني في تقديري عامل الصيف عامل مساعد بالتأكيد، لأنه الطلب على الطاقة وخاصة الغاز الذي يستخدم في تدفئة المنازل ينخفض وترتفع المخزونات الغاز. ولكن في تقديري هناك نهج الآن خلال الشهرين أو الأكثر منذ اندلاع الحرب، هناك توجه واضح للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية. ويجب القول بأن أوروبا نجحت بدرجات كبيرة في تقليص هذه التبعية. لو أخذنا مثلا ألمانيا، خلال هذه الفترة القصيرة انخفض الاعتماد على الفحم الروسي إلى 8% فقط. نعم. والنفط الروسي إلى 12% فقط، ولذلك كانت ألمانيا، وهذا ولكن مع ذلك تحول واضح في الموقف. الخبراء يقولون أنه يعني الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين قد يستغرق سنوات بالنسبة للدول الأوروبية، فلماذا التسرع إذن ولا يوجد بدائل بشكل سريع؟ يعني هناك إدراك بأنه الآن الدول الأوروبية تدفع يوميا مئات الملايين من أجل تمويل ميزانية الحرب الروسية ومن أجل تمويل الحرب في أوكرانيا، وهذا طبعا من الناحية الإخلاقية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الجيوسياسية أمر غير مرغوب فيه من قبل أوروبا. فإذا لابد من الآن تجديد العقوبات، وطبعا العصب الحساس للاقتصاد الروسي هو الطاقة. نعم. ولذلك هذا التوجه، وفي تقديري يعني المفوضية الأوروبية تقول إنه مع نهاية هذا العام سيتم الاستغناء عن ثلثي مصادر الطاقة. نعم.
وطبعا هذا سيعني أن روسيا ستفقد عشرات المليارات من اليوروهات التي كانت ممكن أن تستخدمها في تمويل ترساناتها العسكرية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجح العبيدي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من برلين. وبعيدا عن العقوبات النفطية، تتضمن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة حظر ثلاث محطات إذاعية روسية مملوكة للدولة من موجات الأثير الأوروبية باعتبارها أبواقا لنشر دعايات الكرملين. We're banning three big Russian state-owned broadcasters from our airwaves. They will not be allowed to distribute their content anymore in the European Union in whatever shape or form. Be it on cable, via satellite, on the internet, or via smartphone apps. We have identified these TV channels as mouthpieces that amplify Putin's lies and propaganda aggressively. كما تنوي دول أوروبا تجميد أصول المزيد من كبار المسؤولين العسكريين الروس وحظر سفرهم من الجانب الأوروبي بحسب المفوضية الأوروبية، فيما ستضرب الجولة الأحدث من العقوبات أيضا سيبر بانك أكبر البنوك الروسية بالإضافة لبنكين آخرين، لتضاف تلك البنوك إلى العديد من نظرائها التي تم استبعادها من نظام سويفت للمعاملات المالية العالمية. الالتزامات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط يبدو أنها ستفتقر لمواجهة المخاطر الإيرانية بحسب معلومات حصلت عليها العربية، ورغم أن إدارة بايدن لا تزال تعتبر المنطقة استراتيجية، لكن يبدو أن تخفيض عدد القوات لأقل من 20 عاما ينبئ بغير ذلك. تكرر الإدارة الأمريكية مراراً التزامها بمواجهة الخطر الإيراني، لكن مصادر العربية أفادت بأن عدد الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط تراجع إلى 40,000 جندي، وهو أقل رقم منذ 20 عاماً. مسؤول في البنتاغون قال في إجابته على سؤال بهذا الشأن إن الرقم قد يكون أقل أيضاً بقليل من 40,000. هذا الرقم العام الماضي بلغ 70,000، أي أنه قل هذا العام بنحو 30,000 جندي. لكن ماذا عن أهداف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط هذه الفترة؟ القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة لديها تحديات، لكن ردع إيران ليس من بينها حسب مصادر عسكرية أمريكية تحدثت للعربية. المصادر قالت إن القيادة المركزية في المنطقة تتوزع مهمتها إلى جزئين، أولا الحفاظ على المصالح الأمريكية، وثانيا مواجهة داعش. في الأثناء نقل موقع أكسيوس مطالبات إسرائيل للولايات المتحدة بزيادة الردع العسكري لإيران في الشرق الأوسط. هذه التقارير تأتي رغم أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تفيد باستمرار التزام الولايات المتحدة بمواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة. Strong partners are especially important given the threats that we face today, including Iran's support for terrorism and its illicit supply of weapons across the region. We'll work together with you to confront these threats, and of course, we remain committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon. التواجد الأمريكي في المنطقة حاليا يعتمد نظرية الردع المدمج للتنسيق بين الشركاء فيما يخص دفاعاتهم خصوصا الجوية لمواجهة مخاطر الصواريخ والمسيرات. تقوم الولايات المتحدة بدور تنسيقي فيها، وهو ما يثير قلقا كبيرا لشعور هذه الدول أن واشنطن لا تبالي كثيرا بمطالبهم.
نتابع مباشرة من واشنطن مع مراسلنا هناك بيير غانم. بيير أهلا بك معنا. هل تخلت الولايات المتحدة عن دورها كشرطي للمنطقة، منطقة الشرق الأوسط؟ لم تقل الولايات المتحدة الأمريكية أبدا أنها تريد أن تكون شرطي المنطقة أو شرطي العالم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بأدوار استباقية في منطقة الشرق الأوسط، اعتبرت أن من مهماتها هو مواجهة المخاطر مثل الخطر الإيراني. ما حدث الآن هو تراجع حتى عن هذا الدور، واعتبرت أن مسؤولية الأمن في منطقة الشرق الأوسط هو مسؤولية الدول في هذه المنطقة، فيما يقتصر الدور الأمريكي العسكري على حماية المصالح الأمريكية فقط. نعم، السؤال هو هنا لماذا بيير؟ لماذا؟ ربما يكون ذلك عائد إلى نظرية الأمن القومي والعسكري التابعة للحزب الديمقراطي. الديمقراطيون يعتبرون أن ليس من مهمة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى إلى مواجهة كل المخاطر حول العالم، بل يعمدون أكثر إلى القول بأنهم ينسقون مع الحلفاء والشركاء لمواجهة هذه المخاطر. نعم، هل هذا هو البديل إذن لتقليل أعداد الجنود الأمريكيين في المنطقة بيير؟ البديل الحقيقي ربما يكون أكثر بالاعتماد على القوة الذاتية. بدون شك أن الدول العربية خلال الأعوام العشر الماضية طورت كثيرا من قدراتها العسكرية، طورت أيضا من تدريباتها ومن خبراتها الميدانية، أصبحت أكثر اعتمادا على نفسها، وبالتالي طبعا تريد التزام أمريكي أكثر، ولكنها تتوجه أكثر إلى الاعتماد على قوتها الذاتية وأيضا على التنسيق فيما بين دفاعاتها. بيير غانم مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى تونس الآن، حيث أعلنت الحماية المدنية عن تسجيل 110 حرائق متفاوتة الخطورة يومي عيد الفطر، حيث اندلع 60 حريقا الاثنين و50 حريقا أمس الثلاثاء، وكان آخر الحرائق اليوم في جابس. يأتي هذا في وقت فتح فيه القضاء تحقيقا حول أسباب هذه الحرائق ودوافعها، ورفضت النقابات الأمنية اتهامات حركة النهضة لها بالتقصير في إطفاء هذه الحرائق. مصنع الملابس المستعملة في المنطقة الصناعية بمحافظة بنعروس احترق بالكامل، وقوات الدفاع المدني تواصل لليوم الثالث على التوالي السيطرة على النيران المشتعلة به. هذا الحريق واحد من 110 حرائق اشتعلت في مناطق مختلفة من البلاد. سجلنا اليوم الأول من عيد الفطر وكذلك الثاني أيام عيد الفطر عدد 110 حريق بمختلف المؤسسات والفرائات، وكذلك وتشمل هذا الرقم يعني المحلات السكنية بوسائل النقل بالمؤسسات الصناعية ولعل آخرها المعمل فرز ملابس المستعبلة اللي تم هنا على مستوى المنطقة الصناعية ببنعروس بتونس، وكذلك بسوق سوق الحنة بجنوب تونس بمدينة جابس. والحقيقة الحماية المدنية حطت إمكانيات على أساس أنه ما تتلبي جميع طلبات النجدة هذه وسرعة التدخل من أجل تخليص من الخسائر هذه. بقيت أثار النار شاهدة على حجم الدمار الذي ألحقته بالممتلكات العامة والخاصة، وفي انتظار استكمال التحقيقات حول أسباب اندلاع عشرات الحرائق بشكل متزامن في مناطق مختلفة، تعالت أصوات تقول بأنها حرائق سياسية مفتعلة لإرباك الوضع في البلاد. حركة النهضة الإخوانية اتهمت السلطات والوحدات الأمنية بالتقصير في إطفاء الحرائق، أمر رفضته الوحدات الأمنية وهددت باللجوء إلى القضاء، متهمة حركة النهضة بانتهاج سياسة الأرض المحروقة وبأن رائحة السياسة تفوح مما يحدث. موقفنا ثابت وأكيد، احنا نعتبر ما قامت به حركة النهضة هو سياسة الأرض المحروقة للبلاد، المحروقة في إطار الدعوة إلى التصادم، والمحروقة في إطار معناها إبعاد التهمة. خطر احنا نتسائلوا النهضة علاش خرجت البيان في الوقت هذا بالذات من اتهامكم؟ ثم لجنة معناها وقع أحداثها من طرف السيد رئيس الجمهورية ستتحقق من وراء هذه الحرائق، من هنا لنهار السبت سنكشف الحقيقة، وأحنا سنتابع زادا كيف كل ما قال القضية الخاصة باتهامكم لسك الحماية المدنية.
القضاء التونسي فتح تحقيقا في أسباب الحرائق ودوافعها الحقيقية في وقت اعتبرت فيه الأحزاب أن وراءها غايات سياسية لإرباك الوضع في البلاد. وليد عبد الله، العربية، تونس. معي من تونس الإعلامي والمحلل السياسي حافظ العريبي. أستاذ حافظ، أهلا بكم معنا. هل حرائق تونس مرتبطة بتغير المناخ أم هي حرائق سياسية مفتعلة؟ مساء الخير. شخصيا لا أعتقد أن المسألة وراءها أغراض سياسية، لكن بيان حركة النهضة وكما تعلمون هو منسوب لرئيسي وليس للحركة بالأساس، ورئيسه مسقط رأسه هو ولاية محافظة جابس، وبالتالي يعتبر أن تلك المنطقة تحت حمايته ولكسب ثقته والسكان هناك بادر بنشر ذاك البلاغ الذي يتحدث فيه عن تقاعس من القوى المدنية في إطفاء تلك الحرائق. نعم. أي وتقصير نوعا ما، وربما هذا نفس الوضع حتى الذي لمسناه من بعض الوسائل الإعلام الجهوية. نعم. في المنطقة التي تحدثت عن مجهودات ربما تعود بالأساس إلى قلة الإمكانيات وإلى المتوفرة في الجهة. نعم. لكن أستاذ حافظ، ما حدث نعم. مثلاً هناك صحيح ما ذكرته فيما يتعلق بجابس، ولكن هناك من اتهم النهضة بناء على سرعة يعني تعاطيها ولومها للسلطات أيام فقط بعد إعلان الرئيس قيس سعيد لإجراءاته الجديدة وتشكيل دستور جديد، وكأن هذه الحرائق المتزامنة في عديد المناطق التونسية الولايات التونسية هي رد على ما قاله قيس سعيد قبل أيام. شخصيا لا أعتقد ذلك، لأنه معدل الحرائق التي تندلع في تونس في كل يعني عندما نتحدث عن حريق، أولا لنعرف ما معنى حريق. مثلا أي اشتعال نار سواء في أوراق الجرقة موجودة على قارعة الطريق أو في بعض النباتات الموجودة في أحد الحدائق أو في سيارة شهدت تماس كهربائي، كل ذلك يعتبر حريق. ومعدلات الحرائق لا تقل في العادة عن 35-40 حريقا ربما في الظروف العادية التي لا يكون فيها الحرارة مرتفعة، لكن نحن شاهدنا في أيام العيد ارتفاع في الحرارة ملحوظ. لكن ما حدث، ودعني أقول بكل صراحة وفق المصادر الرسمية، أن الحريق الذي اندلع بمنطقة بن عروس بأحد مصانع مغلق ويضم بقايا ملابس مستعملة هو بفعل فاعل، كذلك الحريق الذي حدث وفق نفس المصادر الذي حدث في جابس هو بفعل فاعل. نعم. لكن هل هذا الفاعل هو فاعل فردي يعني بتحرك نعم. فردي لأغراض خاصة جدا محددة أو هو فعل سياسي ذاك نعم. ما ستكشف عنه الأبحاث، لكن أعتقد دائما وأبدا أن المسألة ربما تبعد بعض الشيء عن نعم. على الدوافع السياسية، لأنه إن تحدثنا عن دوافع سياسية في مثل هذه الظروف نعم. فأعتقد أن الأطراف التي قادرة على ذلك قادرة ربما على الإيذاء أكثر، ربما حتى استعمال المتفجرات أو غيرها نعم. لكن نعم. ما ذاك ما لم يحدث. نعم، أشكرك شكرا جزيلا حافظ الغريبي الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من تونس. تونس إلى العراق. وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المستقلين في البرلمان العراقي الانضمام للتحالف الأكبر لتشكيل حكومة في البلاد، كما دعا الكتل السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة خلال 15 يوما. بعد الفاصل في أخبار الساعة، باتمان وسبايدر مان في سجون الأرجنتين لإدخال البهجة إلى نفوس أطفال المسجونات.
أهلا بكم من جديد. ربح إيمانويل ماكرون الانتخابات الرئاسية، لكنه يواجه معضلة للحصول على الأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات المقبلة المقررة من 12 إلى 19 من يونيو المقبل. تحالف نادر لمواجهة ماكرون بزعامة قائد حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون، والذي يمثل أقصى اليسار بقيادة المرشح الرئاسي السابق إذن ميلانشون. التحالف الذي تم إذن تم فقط من حيث المبدأ، لكن المناقشات حوله لا تزال جارية. وقال أعضاء بحزب فرنسا الأبية أن الأمر جاء من أجل هزيمة إيمانويل ماكرون وتحقيق أغلبية تحكم من أجل برنامج جذري. Vous avez certainement vu les nouvelles, les choses avancent bien avec les communistes et nous allons pouvoir incessamment sous peu publier une communication commune qui permettra de former les bases d'un accord. الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يشمله هذا التحالف الجديد أكد هو الآخر عبر متحدثه الرسمي أن هناك اتفاقا بشأن الاستراتيجية العامة، لكن هناك حاجة للمزيد من المفاوضات لوضع اللمسات النهائية على البرنامج، مشيرا إلى أن الاتفاق سيحتاج بعد ذلك لموافقة اللجنة الوطنية للحزب. Il reste des points sur lesquels on doit trancher, travailler. La question du projet, la question européenne fait encore partie des éléments sur lesquels on discute. La question de la stratégie, évidemment, la question des répartitions, vous l'avez tous compris, territoriales et donc des circonscriptions. توحيد زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون للخضر والشيوعيين والاشتراكيين تحت مظلة جديدة يثير الدهشة والقلق في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف هذا التحرك لتحدي المعتقدات الأساسية للسياسات الاقتصادية للتكتل. النائب عن حزب فرنسا الأبية أدريان كواتسينيز خرج ليؤكد أن مغادرة الاتحاد لم تكن ضمن أهداف البرنامج قط، لكنه أشار إلى أن العصيان في أمور ما قد يكون ضروري للانفصال عن المعاهدة الأوروبية التي تحظر التناغم المالي والاجتماعي. Ce sera accordé avec la France insoumise pour sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, je veux dire tout de suite que la sortie de l'Union européenne, désobéir, ce n'est pas un objectif. Nous ne sommes pas enthousiastes à l'idée de devoir désobéir. Ce que nous disons en revanche, c'est que pour faire mieux socialement et écologiquement, pour appliquer ce programme, s'il fallait désobéir, alors nous devons affirmer. ويظهر أحدث استطلاع لهاريس انتراكتيف أن الجانبين متقاربان، إذ توقع أن يتمكن كل من تحالف اليسار والتحالف بين ماكرون والمحافظين من الحصول على 33% من الأصوات في الانتخابات المقبلة. لكن في نظام الانتخاب الفرنسي المؤلف من جولتين تظهر التوقعات أن هذا قد يسفر في النهاية عن أغلبية لصالح إيمانويل ماكرون. concernant l'union de la gauche. Moi, je vois que c'est une bonne chose là pour les législatives, et je pense que Monsieur Macron, il aura un peu de problèmes ces prochaines législatives si vraiment la gauche arrive à avoir vraiment un bon bloc parlementaire. Ben, c'est une bonne chose, le fait qu'il y a une gauche qui se complète par rapport à l'extrême droite. J'ai pas beaucoup d'idées par rapport à tout ça. La politique, j'y connais pas grand-chose. Voilà. Bah moi, je pense que c'est très bien parce que ça n'a pas été fait au premier tour. Jadot, Pécresse et d'autres, ils pensaient peut-être pouvoir faire un score assez conséquent pour rivaliser. Et ils n'ont pas voulu s'allier à Mélenchon. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on est passé à 400 000 voix quand même. فادي الدهوك مراسل العربية معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. فادي، أهلا بك معنا في أخبار الساعة. الانتخابات التشريعية الفرنسية تجري في 12 من يونيو المقبل على ما اتفق اليساريون. صهيب، بداية هذا الاتفاق يوصف اليوم بأنه اتفاق تاريخي ينهي تشرذم
اليسار المستمر منذ سنوات. في تفاصيل الاتفاق، سوف يحصل حزب الخضر على 100 دائرة انتخابية مقابل 70 دائرة انتخابية للحزب الاشتراكي و50 دائرة انتخابية للحزب الشيوعي، كل ذلك مقابل أن يتم تسمية جان لوك ميلانشون المرشح أو الزعيم اليساري الراديكالي رئيسا للوزراء. إذا ما تم وحصل هذا التحالف على الأغلبية النيابية، سوف يكون الرئيس إيمانويل ماكرون مجبرا على تسمية رئيس للوزراء من نعم. هذا التحالف. نعم، ولكن إذا ما حصل هذا السيناريو فادي، ستكون مهمة ماكرون صعبة جدا. بالطبع مهمة ماكرون صعبة جدا، خصوصا وأنه إلى الآن لم يتمكن من إبرام تحالف واضح مع الحزب الجمهوري. هناك اعتراضات كثيرة من الحزب الجمهوري على تحالف مع ماكرون. نعم. وهذه الأمور ما زالت ضبابية حتى الآن، حتى هذه اللحظة صهيب. نعم، لكن فادي دعنا لا نستبق الأمور كثيرا، ما مدى صلابة هذا الاتفاق بين الأحزاب، أحزاب اليسار فادي؟ الاتفاق بين أحزاب اليسار كان يفترض أن يتم الإعلان عنه قبل يومين، لكن هناك مناقشات ومفاوضات شاقة جدا تجري مع الحزب الاشتراكي أخرت إعلان هذا الاتفاق. هناك اعتراضات في صفوف الحزب الاشتراكي من قبل من يوصفون بفيلة الحزب الاشتراكي، وهؤلاء هم كبار المسؤولين مثل الرئيس السابق فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف الذي أعلن استقالته قبل ساعات من الحزب الاشتراكي احتجاجا على هذا الاتفاق. إذن الأمور حتى الآن ليست واضحة تماما إذا ما كان سوف يتم نجاح هذا التحالف، لكن اليسار يسعى جاهدا إلى أن يأخذ الأغلبية نعم. البرلمانية لكي يعارض سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون ويتحكم أكثر بالسياسة الفرنسية. فادي الدهوك مراسل العربية من باريس، شكرا جزيلا لك. خمسة عشر متطوعاً ومتطوعة حولوا أنفسهم إلى أبطال خارقين مشهورين مثل باتمان والرجل الحديدي وشخصية مفضلة للأطفال كالأميرة إلسا، بالإضافة إلى شخصية شريرة من أفلام فروزن ومالافيسنت. هؤلاء يحاولون تقديم القليل من البهجة الخارقة للأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن، حيث يمكن للأطفال في السجون الأرجنتينية أن يبقوا إلى جوار أمهاتهم حتى سن الرابعة، وهي فترة صعبة يحاول المتطوعون التخفيف من حدتها في نفوس الصغار. La misión de hoy es cambiar el entorno de estos chicos que no saben lo que es ir a una juguetería, pararse a mirar juguetes, en estar en un kiosco y decir quiero ese caramelo, ese alfajor, traerles un poco del color del mundo de atrás de este lugar. Y bueno, y ver las sonrisas de las mamás, acompañarlas, ver que su hijo sonríe, que se divierte, que por un momento ve una princesa, un superhéroe y dice, wow, eso es lo que nos interesa despertar, ¿no? En ellos. Creo, en pocas palabras, lo peor que te puede pasar es mezclado con lo mejor que tenés en la vida. Porque un hijo es todo, es la vida de uno. Yo soy mamá primeriza, Ciela es mi única hija y bueno, me tocó tenerla acá en un contexto de encierro. A los 29 años fui mamá por primera vez y vino Ciela. Y la llevo de la mejor manera por ella, pero el contexto es lo peor. كانت هذه أخبار الساعة لهذا الأربعاء الرابع من مايو 2022، شكرا على المشاهدة، للبقاء على اطلاع بآخر الأخبار والأحداث العالمية يمكنكم مسح هذا الرمز الظاهر على الشاشة. إلى اللقاء.